السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته في حلقة جديدة مع المنصوري عبد القادر من قناة سوليسيون مانتونونس. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو ضياع الوقت في الفيسبوك وغيره من الوسائل الاجتماعية بدون فائدة. إخواني في الله، يمكنكم الاستفادة من قنوات تعليمية عبر اليوتيوب أو في بعض المواقع، هم ستجدون إن شاء الله مواضيع تعليمية بالمجان. يمكنكم أن تستفيدوا من قنوات اليوتيوب كقناة رغيف أمين التعليمية. يمكنكم أن تنشئوا قناة وتطوروها باتباعكم قناة التعليمية للمحترف المصري أو الريشة أو غيرها من القنوات، تجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف. والآن إخواني دخلنا في موقع خمسات. هذا الموقع الذي ممكن أن تحترفوا فيه وممكن أن تضعوا خدمة مقابل $5، يعني مهما كانت الخدمة، المهم أن تكون تسويق الخدمة ممتاز. ضع عنوانا لخدمتك يناسب هذه يناسب الناس. ابحث عن الخدمات، ممكن أن تجد خدمة تناسب خدمتك فتضع واحدة مثلها. هناك خدمة أضيفت حديثا وخدمة صاعدة مثل هذه الخدمة اشتريت 770 مرة، وهناك الكثير. هناك خدمات لم تشترى بعد، هناك خدمات على حسب الخدمة وعلى حسب. والآن هذه قناة المحترف، هذه قناة المحترف في اليوتيوب، وستجدون الروابط كلها تحت الفيديو. قناة المحترف فيها معلومات كثيرة ممكن أن تستفيدوا منها. أنا واحد من الناس الذي استفاد من هذه القناة، استفدت الكثير بإذن الله تعالى. هذه قناة المحترف المصري، هي قناة لتطوير قناتك. إذا فتحت قناة جديدة ستجدون إن شاء الله فيديوهات كثيرة تفيدكم بإذن الله تعالى. وهذه قناة الريشة، تحتاجها فيما يلزمك من معلومات حول اليوتيوب. هناك أيضا قناة ماتريكس 219، فيها معلومات حول اليوتيوب ومعلومات حول الإلكترونيات وغير ذلك. هنا أيضا قناة أوجادور، هذه القناة للاختراعات. والآن إخواني، كما وعدتكم في العنوان، الموقع المجاني لتعلم البرمجة، موقع برمج كوم، فيه تطبيقات الأندرويد وبرمجة تطبيقات الآيفون. شكرا لكم لمتابعة الدرس، ولا تنسوا الضغط على أبوني وزر لايك.